بمناسبة احتفالات العيد الوطني لدولة قطر الشقيقة، يسعدني أن أبعث أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني وإلى شعب قطر الشقيق بهذه المناسبة الكريمة التي تتزامن مع أكبر حدث تاريخي تشهده دولة قطر في شهر نوفمبر القادم. وأعتقد أن دولة قطر استعدت لهذا الحدث الكبير وقامت بمشاريع عملاقة جدا بهدف تقديم أكبر بطولة عالمية من حيث التنظيم. وعلى هذا الأساس فإننا نشيد إلى ما قامت به دولة قطر، وأعتقد أن العالم كله سوف يستمتع بمشاهدة ألعاب كرة القدم التي سوف تقيمها دولة قطر الشقيقة.